والله هم اللي جاي يخطبوا، يكون يخطبوا من بلادهم صراحة. هذه أبدية. خلاص خلاص تشتي. إيش كان أول انطباع عني؟ إن أنتي شخص جدي، لأن أنتي جيتي المدرسة وأنتي ساكتة ولا بتحكي لحد. أنتي اللي جيتي المدرسة. أيوة بس أنتي كنت أنتي لا أنتي أسبوعين، أنتي دومتي وقت أسبوعين. أوكي. بعدين كنتي ساكتة ولا تحكي لحد. أي والله. بعدين صدمت إنك مش أنت ساكتة، مش أنت جبتي. طلع عندي لسان. أيوة. يلا هحسب داري. متى وكيف كانت بداية هذا الصداقة؟ كانت في 2019. نهاية 2018. أي نهاية 2018 ثالث ثانوي. وبدأت في الفصل كنت أتمنى صاحبك. بس ما كنت أبادر طبعاً، كنت أشوف معاها ثنتين أقول خلاص هذه مكتفية، تشوفني تقول يا هايك منها. لا. هذه فضيحة يعني. موتة. Oh my god. أتمنى صاحبي لا. هل كانت أول صديقة لك من هذه الخلفية المختلفة؟ اللي هي المنتي. لا كانت أول صديقة لي من مكان ثاني. طيب أيوة كذا. أيوة السؤال كذا يعني. أيوة خلاص. كيف لا؟ يقول لك هل كنت أنا أول صديقة من هذه البيئة المختلفة؟ لا كان في كمان من بلادكم صحباتي يعني. من كم بلادنا؟ موسى. ايش المكان اللي كان يجمعنا دائما؟ البوفه. الفصل. انا جاوب. الفصل وتحت كنا ناكل، كنت تقول اني مكبره شايفه نفسي وما اكل الا توست، وانا عمري ما اكلت توست. لا كنت تجيب توست وبعودي. والله عمري ما اكلت توست. فايك انت. اسمع ما كنت اتضارب معكم على البسباس عشان كذا كنت طبقه مخمليه. اللعبه اللي في حصه الانشطه لما كنا نطلع فوق كلنا. ايوه هذا كان الدور. ايش اكثر شيء حبيتيه في عاداتنا؟ عاداتنا اللي ما اعرفها. ايوه يلا عاداتكم. حق الحيطه. ايش تعرفي عن عادة الدمار؟ عادة الدمار عرفيني. والله كل عاداتكم ما اعرفهاش كلها ولا اعرف حتى يعني لا شويه، بس انه احس انه ما بيش اختلاف بين عاداتكم وعاداتنا. غالبا كل العادات أيوة. تكون شبه أيوة. بعض يعني ما فيش. ذكري أول مناسبة حضرتيها عندنا؟ لا لأنك ما عزمتيني. طيب أنا حضرت أول مناسبة كانت عندكم بمناسبة حفلة خطوبتي. أيوة كانت حالة بالله عليك. أول مرة تعرفتي على ماما؟ أيوة. إيش كان انطباعك على الأجواء وكذا؟ توقعتي إنه يكون في شيء معين، إنه مودة هذه إيش بتكون الأشياء التقليدية اللي ممكن تصير؟ في النهاية طلعت حفلة عادية زي. أيوة طلعت. إنه ما في شيء، ما في يعني ما في انتماء معين إني ممكن أسويها أو في الحفله يبان يعني، لانه أيه. انا من دمار، بابا مواليد السودان، مواليد وانا مواليد الحديده، فما كان في كانت حفله خطوبه عادي. ايوه كانت يعني ما انصدمت ما تفاجأتي. لا انبسطت. الستيكرز متعوب عليهم. ايش تسموا الايام اللي تحتفلوا بها خلال العرس؟ كل يوم له مناسبة، يعني يوم الغسل الذي هو يوم الحمام اللي العروسة تصير فيها تروح تتحمم هي وأهلها وصحباتها، بعدين يروحون يتغدين، ويوم الغسل بعضهم يسموها يوم الذهبي، بس إحنا نسميها أمي تسميها الدباء، إحنا نسميها الدباء قبل العرس، ويوم الحفلة اللي هو يوم الدباء هذا اللي هو تبع أصحاب دمار يسموه كذا، تبع أمك يعني. أيوة نفسه. يوم الذباء اللي هو يوم الغسل، ويوم الحفلة اللي هو يوم الأبيض. يعني بس يومين قبل الزفاف؟ أيوة يومين بس. أوكي. إحنا دحين ما قد صار عندنا في العيلة عرس، أو إنه يعني كالعادة يسووا هذا الغسل والأشياء اللي كل الناس تسويها، بس اللي أعرفه في عادات اللي هي السودانية عندهم شيء اسمه حفلة الجرتك، اللي هي حفلة الحنة، هذه العريس والعروسة كمان يسووا فيها حنة، يعملوا حنة هنا، يعملوا حنة هنا، تعالي يكون هي فعلا.
نفسي أسويها أو أحضرها. صح أنتي. إيش أكثر شيء أدهشش من عاداتنا؟ حكيت حكيتنا مريزة. أدهشني؟ عن عاداتها العمراء. ما أنا أساسا صدمت إنك من عمران. والله ما كنت أعرف يعني. وما أعرف كثير عنهم. هو أساسا أنا ما إيش المناسبة اللي خلتني أعرف إنك من عمران؟ إيش؟ لما بديت نمر عليك البنت. كيف فجأة طلعت ترند أصحاب عمران هذولو. يعني هذا خطاب الكراهية اللي مفروض ما يسووه. عرفت إنك من عمران، لكن إنك مثلا قد حضرت عرس لأصحابهم أو إنه أعرف إيش عندكم مميز إيش. فحكينا يعني إذا تعرفي شيء. ما أعرف عن عاداتنا، بس أعرف مثلا عن أيام المناسبات ضروري عندنا في حاجة مهمة للأكل اسمها الفطير. يعني إيش هذا الفطير شكله؟ نفس الخبز بس يفعلوه بالبر. يا رب إن أمي ما تصحح ليش بعدين، بس إنه هو يخرجوه على طول وسط الحرضة ويطرحوه مع سمن وعسل ضروري. فتة يعني؟ مش فتة، ما يفتوش، تروح على ما وسط حرضة مقلاة كبير. بس يعني هذا من عادتنا اللي إحنا في بيتنا ضروري يوم الجمعة هذا الشيء. حلو والله، برجع أزوركم يوم جمعة أكل أمي سمن وعسل فطيرة. إيش اللي يميز عادات عرسكم؟ ما بشي مميز، يعني هي نفس عادات عرس أهل صنعاء وأهل. أيوة نفس العادة اللي قلت لك إنه كل الناس سووا نفس الأشياء. بس إنه أنا سمعت إنه هو الرجال اللي في البلاد نفسها يعني في عمران ضروري قبل العرس يخرجوا قبلها بيومين يتنصروا. إيش تنصروا؟ بسرت ياضك اللي يلعبوا بهنا اللي سالم. يقنصوا. أيوة يضروري هذا الشيء، يعني أنا سمعت أنا ما قلت. إيش يقنصوا في لعبة يعني ولا يروح؟ أيوة لعبة. نساع اللعبة. أيوة إيش يستفيد يعني؟ عادات. سابوا كل الأيام وجاي. قبل العرس بيومين. أيوة يلا نفس السؤال، أغرب عادة من أغرب عادة من عاداتكم في العرس؟ أغرب عادة؟ ما فيش عادة غريبة. كل عادة يعني مش حاجة غريبة. بس أنتي قلتي إنه على أهل السودان على حنة. أيوة هذا مش غريب. هذا شيء عادي يعني. في حنة. لا 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 نحن في أهل اليمن غريب. لا بس إنه عادة غريبة يعني مثلاً في ناس يكسروا بيض المغربيين. ها أيوة. وهذه الأشياء الغريبة. لكن حنة عادي يعني. فأنتوا عندكم شيء زي كذا غريب؟ هذا التقنيص والله مو غريب. إيش اللي؟ عندنا والكل لما تدخل العروسة. تروح تحت رجلها جنبية ضروري. إيه إيش يصير؟ من العين. ولا يكسروا لها بيضة. إيه شو هذا الغريب؟ هذا قديم متوارث. زي حق باب الحارة لما تلصق عجينة في الجدار تدخل البيت. هذا الغريب. دوري ولا دورش؟ دورك أنا سحبت مرتين. لا أنا الآن سألت شو الآن دورش؟ سألتك مرتين ورا بعض. خذي. هل في طقس من طقوس أنا حبيتيه وقررتي تعملي فيه عراسكم؟ هذا الطقس عجبني صراحة. هذا للرجال مش ولجنتي. ما اللي خلاص هو كله طبيعي يعني. أنتي قلتي أساسا ما في شيء مميز. أيه. لكن أنتي حبيتي تسوي حنة زي حقنا كذا. مش هي حنة كذا. أيه. بس الرجال يسووها هنا يعني يعملوا لك حنة كذا. ما أنت تكوني كذا. إن شاء الله تكوني. هو للرجال كمان. حسن وواجب مرتب. ايش الاشياء الواجبه اللي ما يتم العرس الا بها؟ الفطير. هذا اهم شيء في العرس. الغداء مع اهم شيء الغداء. يغدوا الرجال وفي يوم الثالث يغدوا النسوان. اهم شيء الخسائر. ايوه والله الواحد يندم انه يتزوج. ايش كان موقف اهلش من صداقتنا؟ ايش كان لطيف. ايوه انه بعدين اولا كان من كثر ما انا امدح اختلافك يعني او انه مش جاي تمنيت صاحبها يا صاحبتي اخيرا صاحبتي تدرس شريعه وقانون يا بابا شوف كان في شيء مميز انه هذه البنت يعني واضح انه تفكيرها مختلف واضح انه في شيء سبيشال في الموضوع بما انه ما ودت تذكرها كذا وتمدحها كذا فكان شيء حلو احسن ما اقول لهم يعني مثلا اذكر مساوئ او انه ما امدحها بهذا الشكل انه انبهرت بهذا الاختلاف. انبهرت. هل عمرك حسيتي نفسك غريبه في بيتنا او بيننا يعني؟ لا خالص. انا حسيت ان احنا نعرف بعض من زمان بالذات بعد ما
كان قصدي ان انت انسانه صامته وبعدين اكتشفت ان انت تجابري ارتحت يعني حتى المواضيع المشتركه كانت كثير. واو حسيتي انه يعني حسيتي بالانتماء قصدي؟ ايوه حسيت بالانتماء. صوره نمطيه تغيرت عندك بعد ما تعرفتي عليه؟ والله هي الصوره النمطيه عاده هنا في هذا المكان يعني من وقت ما جيت انه دائما القى زي مثلا انا تخصصك هذا اللي خلاني اشوفك بنظره مختلفه انه نادرا ما القى بنت من عمرك سيبك من عمرك القى بنت بشكل عام يعني تختار زي كذا تخصص او اساسا اهلها يسمحوا فهمتي فحسيت انه شيء حلو انه في زي كذا يعني انا اتذكر زمان لما كنت اقول بدرس هندسه معماريه بدرس هندسه معماريه يقولوا لي هذا تخصص عيال هذا ما ادري ايش فلي خلاص انا لا اهتم اخذت تخصصي فالشريعه والقانون نفس الشيء كانوا يجلسوا يقولوا هذا تخصصات عيال هذا تخصصات عيال فحلو انه في حد ما يهتم لهذا الكلام انه هذا البنات وهذا أيه. العيال وبادر في هذا الشيء واهلك اساسا برضو في نفس هذا التفكير فهذا الشيء اللي خلى أشيل الصورة النمطية اللي أساساً هي مش نمطية ولا بالأصح ولكن أنا أساساً يعني أشوف أغلب الناس كذا هو أغلب الناس كان قصدهم أنا مش مقتنعة بكل الناس بس برضو أدور المختلف مع بس قصدهم من أهل عمران أغلبهم من زلمتي ما كنت أعرف يعني أن يكون عمران أيوة تمام بس أنه أي حد يسألني أنت من وين أقول لها أنا من عمران قول أنت من عمران ما كأني ليش من عمران أرجع أبرر لها وأنا داري أن أنا ما شبهش أهل عمران ما أدري أي زي أنت من كنا أيوة من فهم قصتهم أنهم متزمتين بس أنه مش هو الأغلب يعني هو كل عائلة وكيف تقالي ده هذا المختلف هذا اللي يخلينا مختلفين حتى أهل المنطقة نفسهم يختلفوا من عائلة لعائلة بسبب هذا الشيء أنه كل عائلة لها كيف كانت نظرة أهلك لمنطقتنا؟ والله هو ما بش نظرة أصلاً يعني هو نظرة إيجابية لأنه ما هي من بلادك يعني هي من دمر والكل فكانت النظرة إيجابية وأهم شيء رضا الوالدين على العلاقة كانت يعني هي استغربت من لما قلت لها أنتي من دمر فبعدين لما رجعت قلت لها ورجعت هي استغربت في البداية وبعدين كان عادي لكن تعالي استغربت إنه كيف ليش مصاحبة واحدة من دمر لا أصلاً صاحبتي الثانية والكل من دمر عاد تقول لهم أنتي مصاحبة كذا مصاحبة من أصلاً بلاد أمك يعني أنا صراحة أهلي معي يعني ما يهتموا من فين هي عشان كذا عرفت لا أنا إنك عمرانية بعد 50 سنة أنا مو تعرف من اللقب يعني أول ما أقول لها لقبها كذا كذا تقول لي ها من هذا المكان من كذا أنا ما يسألوا يعني حتى إني مثلا أقول إلاف ما يقولوا إلاف من بيت من هذا معنا هو ضروري يحفظون أهم شيء إلاف أي خلاص هل تعرضت لأي انتقادات من الأهل أو المجتمع لما هل تعرضتي لأي انتقادات من الأهل أو المجتمع لما عرفوا بصداقتنا؟ ليش ينتقدوا اصلا يعني شوفي مبدئيا اجابه السؤال لا ما تعرض لانتقاد وحتى لو تعرض لانتقاد ليش ينتقدوا اصلا يعني صح ايش المختلف يعني اولا انا ما صاحبش عشان هذه من عمران ولا هذه من صنعاء ولا انا اقطمس على الصحبات اللي انا نفسي اصاحب من هذه المنطقه لا أهتم. انا اصاحب انسان أيوة. من فين هو لأي بلد ينتمي هذا أنا لا أهتم له صراحة صح يهمني الشخص اللي قدامي وخلاص وشخصية في ناس يختاروا إنه مثلا فلان ما صاحبه هذه من هذه سيبك منها هذه يحذر منها مش عارفة إيش هذا من بيت فلان هذا كله كلام هذا اللي خلى داخلنا يكون يقتنص الناس أو أيوة. يقيس الناس على حسب هو من فوق جبل ولا من سهل أيوة ولا لا هذا الشيء الغلط اللي احنا المفروض نوري الناس انه ما ينفعش انت تعرف هذا من بيت من او حتى شفتي لما يقولوا انه لا قل انا ها انا ذا ولا تقول كان ابي حتى بابوك لا تباهي فما بالك بمنطقه وبيت وعائله وقبيله هذه هبالات انا صرت شخصيا ما ادري ايش تقنيه دقراسه كل واحد صاحب الناس اللي يرتاح لهم ايوه صراحه أرجو لك مستقبل زاهر إن شاء الله هذا سؤال طويل هل تعتقد أن ثقافتي قد أثرت بشكل إيجابي على محيطك وأفراد أسرتك؟ وكيف؟ ليش يحسس أن أحمد الشقيري؟ كيف بأثر مثلا؟ مش ثقافتي
يعني احس ثقافه عائلتكم بالذات يعني احب كيف ابوش ومش تعاملهم مع جدي، فهذا الشيء تاثيره ايجابي. يعني حتى مثلا لما احكي لبابا ما ودك كذا كذا، ابوها قال لها كذا كذا، بعدين هي شوي شوي بعدين يبدا يتراخى ويقتنع خلاص كذا كذا، هي عاد تدرس مدري ايش مدري ما هو، فبعدين يبداوا يقتنعوا. هو فعلا هذه الاشياء تحسس الاهل انه عادي يعني. ايوه هو وجلس اذكر له ما ودك ابوها فعل لها كذا، يعني هذيك الثانيه لا ابوك بيكرهني كذا اللي هي مودة هذه جابت لها المصايب ما صار فيها خلاها احسن الاحسن. طيب بالنسبه لك بس يمكن يحس مودة ضغط هذا كان بس ايش في مودة ايش يعني اختلاف طقوس الافراح بالنسبه لك؟ بالنسبه لي احس انه حاجه حلوه جدا حلوه، يعني انا صراحه احب لما احضر اشياء كذا مختلفه غير اللي هو معروف عند كل الناس يسووه كذا كذا، لا احب الاشياء اللي تكون تراديشنال بزياده. يعني مثلا اللي احبه في اصحاب حضرموت انه كذا عندهم التراديشنال بزياده، يعني مش زينا اللي كانه غسل زفاف هذا اللي احيانا نعرفه، هي عاداتكم وفي نفس الوقت شبه عادات صنعاء وفي نفس الوقت شبه عادات كذا، لانه كلها مناطق قريبه. فالبعيد اللي هو مثلا زي حضرموت هذيل نلتمس الاشياء المختلفه، يعني مثلا في صنع البرع مش عارفه ايش، في حضرموت عندهم اشياء، هذا الشيء يخليني اللي كذا احس بشعور حلو انه مش كل مناسبه زي مناسبه، ومش كل عرس زي عرس، وكل واحد له طريقه تعبير مختلفه، وهذا الفن انه في 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 اختلاف، في تناغم، في في اشياء مختلفه عن بعض. ايوه انه مش كل شيء متشابه. أيوة. غير كذا انت تستفيدي نفسك، يعني بتخيل في اليمن بس في هذا كله، ما بالك في العالم الكبير. فهذا شيء حلو انه مش كل شيء شبه شيء. ايوه انا لما بسرح وهذا المميز واروح احكي لامي ما فعلوا كذا كذا، ايوه بعد ما صاروا حلو انه اكتشفت شيء. أيوة. جديد انه هذه عاده غريبه، بس احكي لها وانا فرحه، وبعدين تحسي انه ليتني انا تروحي عرس صنعاني ليتني صنعاني تعرس عرس ليتني حضرموت. والله رهيب هذه مكتبه ما تحدثت منها 1990. هل تشوف ان اي علاقه ممكن تتاثر بطريقه ما بسبب اختلاف طريقه الاحتفال؟ اختلاف طريقه الاحتفال ما اشوفها تاثر بطريقه سلبيه، اشوفها تاثر بطريقه ايجابيه، انه بين اهل العريس عندهم عادات ممكن يتقبلوا اهل العروسه، والعكس انه ينفتحوا على عادات بعض. طيب في حال انه ما كانش فيه انه مش كل الناس بيفكروا مثلا زيك او زي إله انه هذا شيء، لا يعني هم بالشيء سلبي يعني ايش، حتى لو اختلفت العادات ما بشي ممكن الناس الثانيه. ايوه يعني مثلا انا 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 لو لو شخص لو شخص من النوع اللي مثلا ما اتقبل هذا الشيء، او مثلا انه لا لازم اخذ مثلا من حد نفس عاداتي، او لازم تكون نفس العادات، ما عندي انه انا بقبل، او مثلا زي مثلا عرس اهل العريس واهل العروسه، اهل العريس ما عندهم تقبل ولا 1% انه تصير عادات اهل العروسه، لا ايش عادات. ليش انت ايش حتكون كلامك لهم او نصيحتك لهم لو جوكي كذا يقولوا لك احنا جينا نحتكم عندك؟ يا ما نصيحتي انه كل واحد يتقبل العادات الثانية، ولانها عادات يعني بشيء ياخذوها بشكل ايجابي انه ممكن مستقبلا هم يفعلوها ولا هذا يعني هكذا، فليش ياخذوها بطريقه سلبيه وممكن انها تكون عادات جميله فياخذوها بطريقه ايجابيه. ما عرفتك بعد المستقبل يمكن هم يطبقوها في عاده وترجعي من عاداتهم. اذا تم الزواج بين منطقتك ومنطقه مختلفه، عادات من بيتم اعتمادها في العرس؟ عادات الاثنين طبيعي. هو هذا حلو فعاليه يشوفوا تزيد اسوي اشياء انا ما اعرفها وما قد جربتها، وفي نفس الوقت يجربوا اشياء هم ما يعرفوهاش، فبيكون بالعاده العاده بعاده صراحة يعني كذا احنا راح نكون تمام، وغير كذا نتضارب. وإذا ما رضيش؟ ها؟ إذا ما رضيش؟ والله هم اللي يجوا يخطبوا، يكونوا يخطبوا من بلادهم صراحة. وانتي؟ أنا ساعش. طقس من طقوسكم في العرس مستحيل تغيره، وليش؟ مستحيل أنا أغيره؟ الغداء. صراحة أنا مستحيل أغير الغداء، لأنه أحس أنا انبسط والناس الثانيين كمان المعزومين عندي انبسطوا. أي شيء فيه أكل؟ أيوه أي شيء فيه أكل يبسطني.
فأنا انبسطت والناس اللي يجوا يعني يتغدوا وبعدين يرجعوا يحكوا إنه كيف كان غدانا وكيف أكلنا وكيف يقولوا أكل أهل عمران علي. أيوة. لا لا يأكلوا هذه الفطير. الفطير. وأنتي؟ ما في شيء مميز اللي أتمنى إنه والله بس أنا نسيت أحس. هي طقوس عادية ما في شيء يعني بس إنه الأشياء اللي يعجبني. في العراس انه كذا يكون في اغاني ليل نهار. ايوه اغاني ورقص ولما يجوا الاهل يمسوا كلهم مع بعض. ايوه والمجامله حق اخر الليل. ايوه هذه الاشياء الطقوس. أيوة. هذه الطقوس اللي ما تتغير لكن حتى عرس بدون عريس عادي لما نخرج كلنا بالسياره نحتجر في السياره. هذه الاشياء اللي الواحد يتلاقي من غدا عشان تغسلي بعدين تقربي بس ولو يعني. والمجابرة وقت الغداء نفسها حالية كل واحد يجلس يفتح موضوع يذكر تفكرين في ما بعد الغداء وفي ما بعد الغداء لو مثلا مش ما شاء جيش ما في مع لكم فقرة الصحون هذه ما شاف علاش واحد يعني كذا واحد عاد يجي معي وتكون مجابرة يعني أنا لو معي شخص ثاني في المطبخ يجابرني عادي بس إنه متخيلي ناس كثير والله فعالية. هي فعاليات العرس كلها تنحب صراحة يعني. أيه. حتى الشقة فيها تنمي ساعة في اليوم كوني مبسوطة انبسطت إن أنا تعرفت على عاداتكم الجديدة وكان يعني ما استغربت قوي لأنه به تشابه بين عاداتي وعاداتكم وأنا صراحة كمان عرفت كثير أشياء ما كنت أعرفها. هي أول شيء عرفتها إنك من عمرها مش من الآن يعني قبل فترة قريبة والآن عرفت أكثر يعني هذا شيء جميل طبعا لو يبصروني اهل عمره الحين يمكن انا خرفت وتأذيت اشياء من راسي بس انه هذا اللي عرفت لا عادي طبيعي اي اخي هذا تحدث أيوه. يعني احنا في 2024 هذا انت زمان طبيعي. المهم كان جلسه حبوبه والمفروض تعزميني الحين غدا والله ما نسيت وبس والله انبسط ما انبسط السلام عليكم انا عن خطه جمعه صافحيني زي الناس كذا عن خطه جمعه